مرحبا بكم الناس الكل في حلقه جديده من ذا تشالنج. ذا تشالنج الحلقه الجديده ذي عندي زوج ضيوف سبيسيال يثيروا شويه الضجه في بلاتوات. سي كامل بن خليل وسي مروان تاج، مرحبا بكم الزوز. اهلا وسهلا، مرحبا بك خويا، مرحبا بسي مروان. انا خويا انت ايه؟ انا ضجه صغيره، ضجه صغيره. مروان مروان يعمل ضجه في البلاتو في الشارع وبارتو لا ويل باس، مش كان في البلاتو. سي كامل شو تقول لعبد التفرج؟ واك باش نقول لهم نسم مروان. واك باش تشوف الضجه على قاعده اليوم. مروان مرحبا بهم، ان شاء الله ان شاء الله نعديو حصه باهيه، نضحكوا شويه ونفرهدوهم شويه ان شاء الله. ان شاء الله مروان مرحبا. مرحبا بك، مرحبا بسي كامل، وذول اللي جبتني مع واحد نحترمه برشا، يظل سواء نربح حلم ولا يربح هو كيف كيف هو. إن شاء الله تكون حصة ممتازة. رفو مع عقاب، رفو عارفين عارفين ليه بيصير شان مع سي كامل مش نوشك سيرتو ما عديش أكل روح رياضية نغار نحب نربح صحيح. أما شفتني مع واحد خويا بيصير شان طيب بيوس اللعب نضحكوا شوية، تعالوا نشوفوا احنا تعالوا نشوفوا بعد شكون اللي عنده أكثر باجاج معناها في الكورة وعنده سيرتو رفليكس في الإجابات. نبدأ الفقرة الأولى. الفقرة الأولى متاعنا نون ستوب. السؤال الأول، سمي فرق فازت بدوري ابطال اوروبا. نبدا بسي كامل. ريال مدريد. ريال مدريد. الانتر. الانتر. برشلونة. برشلونة. ميلان. الاولمبيك دو مارسي. يظل بي جي لي قبل. لا ما زدتش مره. اكس اكس ظلهم جماعه مارسي ظلينهم. ليفربول. ليفربول. سيتي. سيتي. في المانيا شكون بار خذي برشا وقت ولا؟ عنده وقت. خمس. باس. لا فماش باس. أربعة. يسمك تجاوب. أربعة. يسمك تجاوب. وقت. أنا قداش؟ ثلاثة. داكور. اثنين. توتنهام. 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 لا امبوسيبل. ما بلاني باش نتعدى على الوقت. عندنا الفار لهنا. ليكس لولا سي كامل. عندك مروان هو عنده اكس، كل واحد عنده الحق في 3 اكس. اتلتيكو مدريد. اتلتيكو مدريد. لا هاي لا ما هزتش. ما هزتش. ما هزتش. الاكس لولا مروان. الثاني مروان سامحني. عندك سي كامل. مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد صحيح. حسيتكم تعبوا فيها على روحكم يعني، ماشي اللي كيبيت اللي فيه مش شك. خمس. اربع. ثلاث. يوفي. اثنين. يوفي. يوفي هزت. هزت. يوفي هزت. يوفي اي. بايرن ميونخ. لا لا سميها قبيلة سميها. لا ما سميتها. لا سميت برشلون، ريال مدريد، نابولي. ما سميش. سميش. دورتموند. دورتموند. هاي. في ايطاليا شكون؟ ماشي وتسعة عابرة. هاي هاي. ماشي وتسعة عابرة. خمس. أربعة. ثلاث. سامدوريا. اثنين. ليكس الثاني سي كامل. هو عنده هو عنده زوز زوز زوز. مرحبا بك سي كامل. هو اللي بشغله تجاخو لاخر بشغله. مازال ثالثة. كل واحد مازال عنده حق. مازال عنده حق. غلطة هاي. ايش معناتها تو كان نغلتين تغلط تمشي النقطة سي كامل. معناتها هو واحد عندي انا. هاي. لله محمد رسول الله. اقعدوا فيها وحدكم كلوا. حب زيد انت تقعد وحدهم. لا لا لا. نحبكم قاعدين بحذاك. لا 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 محمد رسول الله. خمس. أربعة. ثلاث. اثنين. واحد. سيتي. مروان سميتها ديجا سيتي. والنقطة الأولى تمشي لسي كامل. أمستردام. أجاكس. أجاكس نوتنغهام فورست. برشا برشا. بورتو. بورتو 2004. بورتو. بورتوغال. أستون فيلا زادة. نوتنغهام فورست. لا هو سي كامل كان هزني للشامبيونو غادي وقتا نوليو نجبدو بورتو نجبدو أجاكس. قعدنا نحن ما بين إسبانيا والمان. ما نعرفش ثمين. قال كنازل يعني نازك للفحص. بس ذرة حلقة ضايعة. واحد شيء سي كامل. واحد شيء سي كامل. سلام مبروك عليه. بس شوفك الدار في حي الناس. قالوا مبروك عليه. السؤال الثاني، سمي لاعبين مهاجمين سواء كرة قاعدة في اللافايت. راه سمي ايه. سمي لاعبين مهاجمين سواء راس حربة ولا يلعب على اليمين على اليسار ولا دومي. كادا المهم يلعب في الاتاك.
في البطولة التونسية. في التونسية. هاي السنة. أنا عطيتك طبعا. في البطولة التونسية السنة. مروان يبدأ. كادة. كادة. حمدي العبيدي. حمدي العبيدي. تاع البقليه و قديده اصرار في اصرار لا مش مهاجم عادي لا يلعب كل يلعب اللي يلعب في الهجوم سواء راس حربه والا على الجناب تو قاعدين يلعبوا لا تشتق دم ولا دم ليه تو لا سنين تو اخي عندنا مهاجمين نحن مين ترى فيهم المهاجمين عندنا ما شاء الله يسمينا تسمى اربع تسمى به انا حايرين في اسمع ضيعوا الوقت وقعد تخمم راه انا في تو سامحني تو مش قاعد نجيب علات كليه برشا اللي عانى مش قاعد اسامي بالطبيعه نروح ما تقول اربع اسامي عندك وقت فهمت خلي توفى الحكي ويترونجي نعطيك ترونجي زاد ايه ايدو ايدو با نتاعنا الطفل الاخر يحسب بعد الوقت لا جايبتك برشا خضراوي خضراوي نحسب الوقت ايه عاد ما خنعدل عاد سي كامل تم بعد شاميني تنعطيك الماتش الاخرين خمسه اربعه لعب دلي لعب دلي شو اسمه رودريغو رودريغيز هذا شو الغادي برا البليلي البليلي اي تسمي من غادي من منين مش نسمي من هنا شو نسمي من هنا معناتها شو اسمه من غادي نتاع استاد بلال المجري بلال المجري باه هيثم الجوين هيثم الجوين هيثم الجوين ليه خرج يا اخي ما من موناكو انت ما ولا انا انتوا يا مش في تونس في تونس اكس لولا لا خلي ليه عاد ليه عاد ما قلت لك قالك في البطوله التونسيه البطوله التونسيه اكس لولا مروان طلقت طويل ننطلق عندك شو اسمه ذا نتاع الترجي ساس يا ساس سميته عدل اكس الثاني سميته انا قلت لك ساس سميتوش ارجع الفار وقتها تشوف لا ما سميتوش سميتوش باه خويا تساليش عليه بلالي باه ياك هاي برا خويا ماكوينا 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 كين زومبي كين زومبي جافيلي نتاع مستير جافيلي نتاع مستير هاي يحسب الوقت عايش انا مازال عنده وقت في تونس معاش معناش يا خويا بركله وعلى مهاجمين اربعه ولا لا عندنا في تونس امشي اسمع لي نتاع استاد اسمع لي سمع لي موش مهاجم يا عبد اعطيني اكس عايش خويا ارسم لي اكس ليكس لولا سي كمال انا امريك لا شوك به بليل ايت مالك بليل ايت مالك يلعب في الوسط بليل ايت لا مهاجم اخويا الوحيد قاعد يماركي هو يلعب يلعب كلوار زاد يلعب كلوار في الكلوب افريكان شحال عندنا تاكونات يحسب له عاد يمشي لي عاد امريك تقول لي لا الواح اسمع لي يحسب حتى بعدها اربعه شو اسمه متاعنا الطفل الصغير هذاك نمره سبعة واحد ليكس الثاني يا سي كمال شو اسمه الصغير ادم قرب ادم قرب ادم قرب هاي اوسر قول انا قلت لك شفت كيفاش تعاون فيه نعاون فيه لازم تخمم في قلبك خم عندك وقت يا كمال امشي عند اسمنا خمس سنانة سنانة يوسف سنانة هاي مهاجمين خمس في عقلك نقول لك أربعة في عقلك ثلاثة اثنين ما عرفتوش ليكس الثانية مروان عندك كمان كل واحد عنده دوز إكس تو جبالي ايش مش بالي اتاكو هو كل جبالي تاع المستير مش بالي ليه مش اتاكو شياب جبالي شياب جبالي شياب اتاكو بالحق اي دومي جول ماله هاي بلا يطلع عنه مهاجمين عنا برشا مازالوا زاد شو مش أقول لك توا خمس أربعة والله جوال بتاع استاد غاب علي الفل صغير اثنين واحد صح ليكس الثالثة وين وينه ما تكون وينه ما تكون الليطوال أنا قعدت أخسر صدقني مشيت للليطوال ما عرفت حتى اسم ورق العواني جرتيلو شماخي شوات ايه شوات ريت لا مازال شماخي ورق العواني مازال ما شاء الله لا شماخي في بالي تنحى حكيتك هيك علي طوال عندها خمسة شهور ما بركيتش خويا مش نعرف انا سجل له واحد حكي في منطقة يماو على شيء نتا خويا حتى من تو واحد يجي يا ديك ربي
ثم الفار ثم الغشة ليه الفار غادي روى عادي جدا هو هزك اثنية انت خليك غادي صحيح هي ذيك وراو تنجم تعرفهم الاسامي الكل وتنسى سبحان الله لا توا فهمت الاوبجيكتيف نتاع اللعبه فهمت التاريخ نتاع لازمك تنظم افكار ريت السيوم مرجيت عيط لي مش نطيح عليهم الكل قالوا توا فهمتها دايرين نروحوا يعملوا توا السؤال بلاش توا رابح هو اثنين بلاش سي كمال السؤال الثالث توا سمي منتخبات سمي منتخبات خناز توا مازال البوانيت راهو بالمشط ديزها كوم كوانسين ما عرفش غنى هنا هاي سيدي نمشيو للسؤال الثالث سمي منتخبات تلبس في مريولها منتخبات اللون الازرق مريولها فيه اللون الازرق المريول الاولى كهو لون برك ازرق لون برك فيه الازرق مش كله ازرق سي كمال مش هبدا سي كمال تفضل سي كمال البرازيل ما عندهاش لا عندها الازرق عندها مريول الثاني انا عندي مريول ازرق تاع البرازيل مريول الثاني هذاك انا قلت مريول لون قلت مريول لون ايش لون خلنا نرجع في الدرجه انا برك يوم القبيله نغمس فيه والله سمعت برا نغمس فيه من القبيله ما فاهم ليش انا فرنسا فرنسا ايطاليا سرق قالوا تحس عرفت هذاك المحضر هو من بعد واحد كرواتيا كرواتيا ابيض احمر فيها الازرق عاد ما قلت فيه الازرق عاد لا ابيض احمر فيه الازرق فيه فما نكته زرقاء بوسط قالها معدود عمل لي كيش اسمه نسيت شكون فيه الازرق فيه شوف الازرق والاحمر والابيض شنو تعمليش ازرق واحمر وابيض تعمليش كي ايمن عبوده قال لي هكا النجمه عندهم نجمه صفراء لا فما شويه زروقيه ساعه بالحق فيهش الازرق كرواتيا ليك شلوله مروه شلوله برا سير زي كمان اليونان قلت انت اي مثابت اليونان ما مشي وقت عندنا الوقت عندي عم نحسب شلون الازرق نذكر خمس اربع ملا لون اختار ثلاث ملا لون من جبته اللون هذا اثنين ازرق بالح شويه ليه ليكس سي كمان ثانيه قالوا سي كمان مش دوب الحلقه اليوم مش دوب الحلقه والله هاي تم الاسلام والله نحكيو سيريوزمو هي محليها اللعبه عجبتني كي تتفرج في كي تبدا تجاوب واحد تبدا سينا جاوب فيها ورا بعض هذيك المشكله اي شو ليه انا جاي على كاساسي كمان كنت نعطيه خمسه بلاش وهو بجا مزروب يحب يمشي البنك قلت يفضلي تك تك حتى ازرق قول لك نيجيريا بالحق نيجيريا شبيك ما سميش نيجيريا ليكس الثانيه مروان لا عند سي كمال تو ليه هو لا انا غلطت تفضل معايا قال هو ليكس عند جوزيكس تو قلت لك سي كمال لابس ايرلندا 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 اخضر وابيض اخضر وفيه الازرق ليكس الثاني انت الثاني الاولى ايرلندا ما فيهاش ايرلندا ما فيهاش بيت ساليش عن ايبي باش نسبق شوف كيفاش نقرا اللعبه ها تو باش نعطيك مريول وهو باش يذيع فيها من بعد اليوروغواي عطيني اليوروغواي باه تفضل وحل التو احسن له هو حط الوقت هذيك ربي لعنت الاقوم عاد اقعد باش نعطيك اوصل خمس صحيح لا 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 خمس باراغواي لا 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 مروان لحظة ساعة خليته برشا مروان شفت الشو اللي عملته انت مش حكيت شو بارك باي لحظة تي انا غالب يعلم بي يا ربي مش نروح جاي درمال منين مش نروح بس فر معناتها يعجبكش زيد خلي الدنيا الكل شفت الشو اللي عملته انت هو اللي خليه يخمم يا صحيت دونك ما عملت حد شي راه مخمم شو هاي عندك تو طيب شكون قد يسكور هو قال باراغواي 2-2 2-2 لازمني انا نجاوب صحيح باش قاعد يخمم هو عندك اسبانيا حتى في شويه ازرق ارجع تو نحط معاك اختار اسبانيا صحيح حمراء وصفراء فيها الازرق اسبانيا منين جبتها وشوف الشورت شوف لي الشورت تو لا اسبانيا مريول شوف لي الشورت ما فيها اي كولور ازرق كانوا كامل قلت مريول مش الشورت الكلاسيكي حتى الكلاسيكي حتى الكلاسيكي كامل اعطينا منتخب اسبانيا لا ما قلتش اسبانيا قلت لي ما فيها اي كولور ازرق كانوا كامل قلت مريول مش الشورت الكلاسيكي حتى الكلاسيكي حتى الكلاسيكي كامل اعطينا منتخب اسبانيا لا ما قلتش اسبانيا قلت لي الشورت يلبسوا ساعات بالازرق هاي وضحناها هذه باهي اوكي دقيقه خلينا نحايلوا معك شوي هدي عندك برشا منتخبات ما فما اسيا نعرف راني كي نجي قدامكم اربعه ثلاثه اثنين
واحد ليكس الثالثة مروان ببلا مسالة هكي جاي ولي تفرج يقول لك يا والله يوصل ما ليه ليه ولا ليه 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 تو يقول لك يوصل حتى باش منطيها الحلقة باش يخرجك رابح 18 بواحد هكا قال لي ليه همش نقول لك خاطر العباد اللي تتفرج يقول لك اغزر فرج ليه خويا والله ما عندكم حتى ستريس اي ستريس والله والله يركبك ستريس نعرف باهي سيدي سؤال الرابع حط الورقة اللود انت لا لا رغم اني هذا ما عنديش اجابات راه هذا الكل والله وسلام الصباح عطاه فماش اجابات فما كان نسأل باهي سيدي سمي مدربين دربوا المنتخب التونسي اغزر مسألة ليه تعديوا برشا مش الشيخ الشيخ هاي ابدا انت لو جلال ما شديش لي كيف جلال جلال القادري باه ابدا مروان مشيت مغادي جلال لا عنده هو منظر كبير هو قبل هو قبل منظر كبير فوزي البنزرتي فوزي البنزرتي رجل ومير رجل ومير توني بيتشيزناك اي كاسبر جاك اي عبد المجيد شتالي توفيق بن عثمان توفيق بن عثمان عامر حزم حاتم الميساوي هاي منتصر لوحيشي حاتم ما رناهاش لا 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 مشاه شد مشاه للشان مشاه للشان مشاه للشان شد هو وقت قال ليش قلت لك شكون قاعد ما شادش معناتها الكل انا وياك برا سامي عندك مروان نبيل معلول سامي طرابلسي رضا جدي رضا شدي لا لا مع رجل امير ما هو لونترونور لا لا لونترونور لول مع لونترونور ولا لا لونترونور لول لونترونور لول ليكس لول مروان اوري ميشيل اوري ميشيل مازال القايمة مازال 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 ما شاء الله والله مازال ما شاء الله انا اللي في مخي انا تو ثلاث اللي انا مخي شو اسمه اللي كان في السي اس اس خمس اللي كان في السي اس اس هذاك هو عرفته انا نار أربعة لا 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 اثنين واحد ليكس الثاني مروان غاب علي لسه انت انا اعطيتك شكون اندري ناجي اندري ناجي ليه اندري ناجي نتاع ستاد شوفها بالله دقيقة لا لا انا اللي انا متأكد منها شوف استاذ ماذا امبوسيبل اندري ناجي شد ليكيب ناسيونال هو اللي حضر ليكيب ناسيونال اللي شد عامر حيزم تلعب نتذكر الانترنت نتاع سي اس اس شد شدها بيريود تو دوبا تخسر نقول لك عليه ديريك منه نتاع سي اس اس مازالوا فما موجودين خمس مازال مازالوا اربعه شكون ثلاث اثنين تيجي اسمه بتير ولاس واحد ليك الثالثه مروان رود كرول جيريس لا سيبك روحك تو قلت لك كرول اربع صفر اربع صفر اربع صفر جيريس فما جيريس انا جيريس نخزر لك انا دوكم في مخ انا جيريس اصبر مش فيه ده كورة محامي يزيدش عمله هذا كلها بذكي يلعب على غلاتي مش هو يوم أنا نخزر لك أنا نخزر لك نعمل لك حبي فاسكيلك هو حبي فاسكيلك قاعد نقول لك جيريس مشيو للسؤال الخامس سمي لاعبين في الدوريات الخمسة الكبرى اللي هما إنجلترا إيطاليا فرنسا ألمانيا وإسبانيا يكون اسم اللاعب أو اللقب بحرف الاس أو اللقب الاسم والا اللقب حرف الاس حرف الاس يبدا سي كمال سيرجيو راموس ليه ما هو صاج ديكس لولا سي كمال سيرجيو راموس تو بلا جمعيه من تك عندك بروين سافيو سافيو تمام سيتي يا يمشي عاد يحسب لي وقت ونقعد فرش يا اخي ما تعرفوش هيك دوب 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 يا هاك سي كمال ما حليش ما يقول لك مش قول نغزر له عنده عشرة ثمانية شكون؟ الاسم ولا اللقب؟ الاسم ولا اللقب؟ سيلفا ذا كان تاع البرازيل اللي كان في البي اس جي ومشى للتشيلسي عطيني اثنين خليني ارجع معاك مزيد واحد اخر مشى البرازيل ليكس الثاني سي كمال تياغو سيلفا في البرازيل تو مش في الدوريات الخمس الكبرى اي تو قاعد يلعب تو قاعد يلعب في الدوريات الخمس الكبرى لازم في الاوروب في الاوروب هكاك ولا في الدوريات الخمس الكبرى بالاس خمس اربعه ثلاثه اثنين واحد شنو له مروان صلاح 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 شفت سامي العروس هاي شفت قداش عديتك وقت كيف هو بالضبط خمس تذكروني اربعه ثلاثه
مروان اثنين الغيب ولا سامي واحد ديك على بركاته تو مصريين في الثيل في صحيح عندك سي كمال شنو هي امشي احسب احسب اللي طلع البال شنو تلعب انا عندي اثنين لا تبارك قلت عندك سي كمال ها كل واحد عنده دوز اكس اثنين ثلاثة خمسة أربعة ثلاثة سيرجيو بوكسيستر سيرجيو بوسكيتس أربعة بواحد رومونتادا اسكت على روحك خذ بسرعة من هنا بالعافية أربعة واحد المروان الحمد لله يا النقطة الأولى مروان هذايا 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 بسرعة ساعة إن شاء الله قالوا جاي من آخر الدنيا باش نروح بصفر سي كمال حسيتك ما عندكش مجوهرات عندك مالك كبير اسمعني مجوهرات ما على باليش جوهرات يا ودي الحب يا ودي تو بعد نروح على الدار مشكلة وين مازال عندنا برشا جوهرات نمشيو سيدي الفقرة الثانية الفقرة الثانية اللي هي انزل على البطاح اللي باش ينزل اللي باش يجاوب ينزل ومن بعد يجاوب ريت كيفاش ربحت النقطة ولا بثكي بثكي اتذكر تو من اما لعب على البوست اما كطار كان جاب لك اسم راك ضيع باش نخليه نوصل على قول جهد نمشيو سيدي للفقرة الثانية من بعد الشو نتاع مروان وسجدة السجدة للنقطة اللي جابها لا تخليه هكا باش ينجم حتى هو ينزل زاد 4 1 شنو هي زين شيل شيل وش عمل يصغر في التيران صغر في التيران شكون عين الاربيتر هذا الاربيتر هذا معايا من الفيفا هاي يا سيد من كان بطل كاس العالم 1990 برا لا لا انت ما زلت بكدا 1990 المانيا المانيا اللي جابها صحيحه سي كمال 5 1 السؤال الثاني من اللاعب الذي يرتدي يلبس نمر 11 في أرسنال تو طب حاليا بازي تشي سنة سنة عمل لك وسكت يحب بسكي يحب ايش اسمه هو لا اعرفه لا اعرفه عقلك عقلك شفتك معاه في اللفات مثال سهل ياسر سهل ياسر مروان شكون هو جوار اصله شنية تك تك تيه القواشي يلعب على اليسار ولا انا معك انا انا معك صحيح القواشي يلعب على اليسار هاو عنا وقت راه بالصباط خمسة انت عرفته ولا تيه كلاستو صباط في بيلي بي وبروتيش انا ما عرفتوش نين ثانية دقيقة برك عاد احنا عزوز دقيقة دقيقة ما نجمش ثانية دقيقة باه باش نعاود لك نحسب تعاود لنا نعاود نحسب نعاود لنا برا خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد مش عليكم السؤال استنى ما تقوليش ما تقولي طب قول لك دقيقة عند باه باش نعطيك باش نعطيك كنديس باش نعطيك كنديس عمل لي حفيظ الدراجة اوه يا بدي يا ديك معروف على الاخر بتاع حفيظ الدراجة يا مارتيني يا مارتيني احسب لي هاي تعرف يهبلوا فيك ما يتعديت برمموت لوش لا لا انا لقيت يلا تو وقت لقيت هو خطر يعرفه حد في معروف هو يحب يطلع قالك قالك واحد بشيء هو يعني الفقرة هذه واحد بشيء توك السكور تاع الاسبيرونس والكلوب 5 1 لا ما تحسبش 5 1 مازال باه السؤال الثالث 4 1 خاسر 5 1 السؤال الثالث 4 5 1 ليه مازال هذه ما كملتش ليه ماني انا سميت المانيا سمى المانيا 5 شينا 4 1 من الفقرة الاولى 5 اسئله وهذه عنده 5 1 هذه حرام هذه مارتينيلي هذيك باه نمشيو للسؤال الثالث لاي نادي انتقل لاعب شفاينشتايجر بعد باير منش من باير منشن شنو اللي كيب اللي مشى لها والله عندك انا مزيت نحل فمي عادي عادي يا مروان بالعكس يزمك تعطي تعطي اجابه على خاطر انت ماكش خسر حتى شيء في الاخ اذا كان مش تمشي النقطه سهل لك شوي انت خاطري نذكرت هنا نعطيه منديز اي ما لانتير دو ميلان لا ما نجمش نسهل لك تو مادام هو جاوب ما نجمش نسهل لك تو ما عادش نجم نسهل لك كان مازال ما جاوبش هو نجم نسهل لك شفاينشتايجر خمس من بعد البايرن أربعة ثلاثة
2 الانتر؟ لا تقال لي لا مشى مانشستر يونايتد باه هذا زاد مشى عليك زوز غلطتين 5-1 سمي اي اسم برك ما هو اسم ملعب بروسيا دورتموند معروف على الاخر ترى كمال قالك من تو ما نعرفوش لا ما نعرفوش هاي معنا نعرف تاع مانشستر سيتي نعرف تاع ارسنال نعرف تاع هاي تو استاذ كيما ديك 40000 ولا الكاش معناتها واحد ما يعرفش حق الاسم مريض كيفاش سهل الاسم متداول اعطيني بلا حرف يبدا بلا حرف سهل لنا بلا حرف سهل لكم نعطيكم الاسم هم ثلاثه اسامي هم هم معنا ثلاثه كلمات ثلاثه كلمات سيجنال كلمه الاولى باس انت هو ما قال لكم ما نعرفوش الجمله لا حد ما نعرفوش سيجنال ايدونا بارك نعرف سيجنال ايدونا بارك معروف على الاختراع هذاك معروف هذا زاد مشى عليكم مازلنا في 5-1 السؤال الخامس بعد الترجي الرياضي التونسي الى اي نادي انتقل اللاعب يوسف المساكني قطر الأخوية الأخوية القطر هي إجابة صحيحة 5-2 الأخوية ديريكت خاطر برشا عباد ما يقولوش الأخوية يمشيوا ديريكت للتحيل خاطر بعد بدل اسمها باهي 5-2 تحسن فما تحسن باش تتحسن باش تتحسن ونمشيو بالتحسن قعد شوية بعدين مع التحسن هذا نمشيو للفقرة الثالثة باهي نجم الملاعب اللاعب الأول باش نعطيكم كارير نتاع جوار واللي يجاوب قبل ما نكمل الكارير ياخذ 2 بوان واللي يجاوب بعد ما نكمل الكارير ياخذ 1 بوان لاعب لول هو لاعب معتزل بدا مسيرته ساو باولو البرازيلي ريال ساراغوستا يوفنتود البرازيلي بالميرس البرازيلي روما ميلان نعود لكم ليكيبات روما وميلان ساو باولو ريال ساراغوستا يوفنتود البرازيلي بالميرس البرازيلي روما نمره 7 هو نمره 7 نمره 7 ما نجمش نقول حتى شيء محاوله كان قصير البرازيلي ما تنزل ما تنزل ها ما غير ما تنزل ها ما غير ما تنزل تنجم تجاوب باتو لا روبرتينو ولا شكون روبينو غلط اللاعب هو سامحني مازال عندكم كل واحد محاوله اخرى كل واحد عنده زوج محاولات لا هو قال روبين هو قال روبين كل واحد مازال عنده محاوله محاوله اخرى كل واحد مازال عنده محاوله معتزل اللاعب لا معتزل روبينو ما كمل لعب في روما ولا ميلان كافو كافو الاجابه صحيحه برافو سي كامل روما وميلان كافو 6 لا 2 بوان لا كملنا المسيره 6 كملنا كارير كملنا 6-2 كافو اللاعب الثاني روما ميلان روما ميلان ليجوند اللاعب الثاني هو مازال ينشط اللعبة ذي مازال يلعب تو بدأ مسيرته في غرينيغون الهولندي سلتيك الاسكتلندي ساوثهامبتون ليفربول غرينيغون الهولندي سلتيك الاسكتلندي ساوثهامبتون ليفربول عندي مشكلة ما نسميش لساني في تو الاسم غير عليه اسمه هو الكابيتان بتاع جاكس طيب انا سميتك اجاكس دوما روح ربي يديك الكابيتان مش اجاكس تاع ليفربول تاع ليفربول تاع ليفربول كابيتان هبلتني مروح يا كابيتان شعره طويل يعني قلت لك عاد نروح اعطيني لا اعطيني حتى اسم اعطيني اسم ولا لقب على الاقل هو اسمه اللقب نتاعو اسمه ديفونسور كابيتان تاع ليفربول شعره طويل باز هذاك ما يكون كان هو اصلا ساعه كاتب على ظهره الاسم مش كاتب اللقب هاي انا وقت هاي انا وقت ريت غيب عليا ده اي ديفونسور هو ديفونسور ديفونسور خمسة اي ديفونسور اربعة كلم عادين هاي مسج انا نتفكر في اسمه قاعد 3-2 يعني قلت لك يعني غيب الاسم واحد مهما شراني هاكو قلت السؤال هذا اي صحيح هو شو اسمه هو ليزا فيرجيل فان دايك دايك ايش قلت لك يعني اعطيتك يعني انت قلت لك غيب علي الاسم الله غالب مروان يعطيني شرنقت شرنقت بار سيدي 6-2.5 هاكو قلت مرمى الموع السين نعطيوسي كمان قلت الكابيتان نعطيوه قلت له طلعت
نورمالمون تمشي لي هذيك 6-3 خويا. كمان انا قلت لك العامية. عطاونا لي نجاوب. قلت له الكابيتان تاع ليفربول. يقول له يا طفل. اللاعب الثالث هو لاعب معتزل. بدا مسيرته في انديبندنتي الارجنتين. في الارجنتين اه. اتلتيكو مدريد، مانشستر سيتي، برشلونة. هذه باز معناتها بدا في الارجنتين ارجنتيني، لعب في برشلونة ومانشستر سيتي. انديبندنتي الارجنتيني. لا لا شو اسمه انديبندنتي الارجنتيني. اي ارجنتيني. اتلتيكو مدريد عرفته اللي يحكي عليه. مانشستر سيتي اللي كنتوا اللي هازت به سيتي البطولة. مانشستر سيتي برشلونة اللي هازت به الارجنتين السيتي البطولة. هاك عندي شطر ديجا. عندك شطر الله اعلم عندك شطر ولا لا. لا هذاك هو اللي ماركت به شطر دور واللي 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 في مع ليكيب تاع الارجنتين كي هاز كوب دي موند معاهم اللوطة وفرحان وشيخ وصاحب ميسي. هذيك المشكلة انا راح احكي لك فيها. ايش عملها وجا مليح أكل موشم. لأني أعطيتكم عاد شكونه. إيش عمله ترى؟ تلا وجه اسمه هرب عليا صار. أرجنتين يلعب في السيتي. ومريض هو بطل خاطر مريض. بطل كارير وبوقف الكرة خاطر مريض. ما عرفتوش مروان. هاي. يا ربي اسمه هرب عليا. خمسة. استنى بت الوقت. أربعة. بطبيعة عنا وقت ما يحكوا فيه. ثلاثة. اثنين. واحد مش عليكم. سيرجيو أغويرو. سيرجيو أغويرو. أغويرو أغويرو. نعطيه 75 سي كمال على التفاصيل اللي أعطاه. سيرجيو أغويرو. هبط حتى اللوطة وصاحب ميسي. أي صاحب ميسي وعمل مشاكل واحد. تفاصيل صحيحة. والله صحيحة والله صحيحة. وبطل على خاطر مريض عنده دقة زي. بطل على خاطر مريض. وتو يذول إشكال برشلونة يحب على فلوس متاعه. انا قعدت لوج على اغويرو اغويرو هرب علي. اللاعب الرابع سيرجيو ريتينك يقول لك سيرجيو 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 اغويرو. هاي اللاعب الرابع لاعب مازال ينشط. بدا مسيرته في ليفربول، مانشستر سيتي، تشيلسي، ارسنال. ملا مسيره اش مازال خلى ذا المسيره. ليفربول 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 مانشستر سيتي تشيلسي ارسنال. لا تكون ساكو. لا غلط غلط. مازال عندك محاولة. عطيه محاولات عطيه محاولات. بريزيليا هو أنا عطيتك بالضبط. عطيه محاولات. ريت يجيبوا لسامي بريزيليا. لا تكون بريزيليا. نعرف كان محاولات خوي. هاي جيسوس. جيسوس لا غلط. لا مش هذاك. لا ما لعب ما لعب في لعب في الأرسنال وعب في السيتي. ما لعبش في ليفربول. ليفربول ليه ما لعبش فيها؟ ما لعبش في ليفربول وما لعبش في في تشيلسي. هذا ليفربول. ستيرلينغ اللي جابها صحيحة. برافو. ريت كيف. برافو مروان. 6.75 6 3 النقطة الثالثة مروان. 6-3 اللاعب الخامس هو لاعب حالي مازال ينشط. بدا مسيرته في انستيتيوت قرطبة. الأرجنتيني، باليرمو الإيطالي، يوفنتوس الإيطالي، وحاليا في روما. ديبالا ديبالا باولو ديبالا جاب صحيح سي كمال. 7-3 وهكا نكونوا كملنا الفقرة الثالثة ونمشيو للفقرة الرابعة اللي هي تيم به. توا كل سؤال على الزبون تورا. كل سؤال على دفوع معناها تو لازمك تعمل رومنتادا مرة. هذه الرومنتادا باش تو تو انا تو باش نسكت في اطار في اطار في اطار الصفقه اللي بيناتنا. باهي سيدي باش نعطيكم باش نعطيكم زوز اسامي نتاع جوارات وتعطوني ليكيب اللي لعبوا فيها الزوز. فريق المشترك بين جيمس ميلر من غير ما ننزلوا من غير ما تنسى جيمس ميلر وانسو فاتي. برشلونة. لا من ملعب برشلونة. فاتي لعب نو. ايه عطيني الكيب المشترك لعبوا فيها الزوز. كل واحد عنده الحق في ثلاثة محاولات. اي هو تو عنده عطى محاولة. غلطة معناتها هذيك. ايه غلطة. ايه محاولة خسرت محاولة. خسر محاولة مازال عنده زوز محاولات. عطيه محاولات ايه. بايرن. بايرن لا عندك مازال عندك الحق في محاولة واحدة. معنا وقت راه.
الأتليتيكو مدريد؟ لا. خمسة. أربعة. أرسنال. ثلاثة. يوفنتوس. اثنين. مازال عندك محاولة كمل كملت. واحد. مشى عليكم السؤال. النادي هو برايتون. عم يلعب في برايتون. أنسو فاتي يلعب في برايتون. برايتون ملاعب بالنسبة لي أنا. فما نادي اسمه برايتون. كان قال لي برايتون راني قدوة ذي جمعية في اسكتلندا. معناتها مصايب جمعيات العالم الكل وجايب لي برايتون. برايتون في الدور الإنجليزي راي تلعب. تلعب في الدور الإنجليزي. حرام عليك ش عامل فيه. ماشي ماشي ويصعاب. قريب شو قلنا ويلعب القهوة قهوة البارح. هذيا مؤامرة ضد مروان تاج. وأنا ماني. بالفعل هذوما على دبوها. وأنا بسيفتي محاميك. سبعة. سبعة ثلاثة. سبعة ثلاثة وتو عندنا. بسيفتي محاميك مانيش ساكت عليها. وتو عندنا سؤال ساهر. يا سيدي. ما هو الفريق المشترك بين نعيم السليتي ودريس المحيرسي؟ ريد ستار. ريد ستار إجابة صحيحة مروان. وبدأ يرجع مروان. سبعة خمسة. بدأ يرجع مروان. سبعة خمسة. خمسة خمسة خمسة. سبعة خمسة. دوبوا. سبعة خمسة. باستثناء مانشستر سيتي. نحيو مانشستر سيتي. ما هو الفريق المشترك بين جواو كانسيلو وكوفاسيتش؟ أرسنال. كوفاسيتش ملعبش في أرسنال. كانسيلو ملعب. زوز ملعبوش في أرسنال. ليوفي. ليوفي. لا. أبار سيتي. أبار سيتي. نحن سيتي. أبار سيتي. صعيب هذا. جواو كانسيلو. جواو كانسيلو وكوفاسيتش. ماتيو كوفاسيتش. كوفاسيتش. هاي. بتاع البرتغال. بتاع البرتغال. والآخر كرواتي كوفاسيتش. بورتو. لا. بنفيكا. لا. كملت محاولاتك مروان. أنا مازال وزوز. مازال وزوز. برتغالي و تشيلسي؟ لا. قلت واحدة برك. مش بورتو مش بنفيكا الأخرى. جيماريش؟ لا. الإجابة هي أنت كنت قريب شوية. إنتر. أنت قلت اليوفي. باه. لا كانسيلو لعب في الكيبات الكبار. كانسيلو لعب في الانتر. اي لعب في الكيبات الكبار الكل. لعب في ريسك. لعب في اليوفي. هذه شو قصدك؟ 7-5 7-5 ما هو الفريق المشترك بين عماد بن يونس وعلي العابدي؟ سيكاك الحديد صفاقسي. سيكاك الحديد صفاقسي. من غير ما تنزل. من غير ما تنزل. برافو الإجابة. خليته ينزل على روحه. يا سلام خليته يعمل هيك. صباح عليك. 9-5 9-5 ما عادش قالك. قالك واحد ينزل وواحد يجاوب. والسؤال الأخير ما هو الفريق المشترك بين هذا يخليه على أربعة. يا نعدل برجو اسمع شوف ماسي كمال الحقيقة تو 9-5 سكور. هو آخر سؤال في اللعبة. آخر سؤال في اللعبة الكل. يا نخرج يقالي صح وفرح. يا والله صح وفرح. يا يقالي تيس. أنا كبرت قلبي. يا تمشي. يا اسمع قالك أنا كبرت قلبي. شكون اللي كبر قلبي؟ وين؟ من الأول على داخلتي من الأول كبرت قلبي. قلت لك تربح صح. فاش كبرت قلبك؟ من الأول ما قلتلكش تربح على روحك. معناتها طالب أربعة بونت وأنت كبرت قلبك. قال وينك؟ وين إيش عملت كي قبلت مال؟ قال أنا كبرت قلبي. تعرف إيش ذكرني هذايا؟ قالوا احسن انت داب البلايلي ما فهمش علاش تجري فيه ترى في نفس الجمله راه انا قاعد بجنبه درت له عملت له ربنا يهديك مروان قالوا انا كبرت قلبي يا سلام جاي قبله قعدت نستنى معناتها خليني كبرت قلبك والله وقام في عقله نورمال ما على قريب نخرج خاص انا جيت من الهوتيل تو ليه فد راني نروح نفيد دراني والله مش نروح نفيد سخنه اللعب في مانيش هكا نورمال موس سلام عاود عيط لي مره جايه والله نورمال موس السؤال الجاي ليه 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 جيب لي الجاوي مره جايه ما نحبش الخساره ولا نلعب الخساره يا اخي ماكش على اربعه على اربعه سي كمان اي شكون كبر قلبه انت كبرت قلبك يا تخرج انت يا ريح يرجع عني يا اخويا ان شاء الله تعدل برك وليه وتربع ليه ما تعطينيش كادو راه ما لا ماهوش كادو ليه هاكي تتقبح خويا شنو هي قانون اللعب مش معناتها برا اربع انت ها دو بوان ليه مش
نعمل دورة شرفية. اسمع انا قبل بجولة عنوش نعمل دورة شرفية كات بوان. لحظة برك نلعب بالجونيور. لحظة برك لحظة برك المسفيه بسيقي من اي عمشي. لا لا لحظة برك لا لا لحظة برك لا لا لحظة برك سؤال هذا زيدو زوز اسئله تقبل على أربعة مثالش بر يقبل على باه لحظه بر ربي فضلك اكيد ما لعبش خساره خويا بر خويا سخنه تلعب في مين سؤال نورمال نورمالمون ماهوش صعيب برشا ماهوش صعيب برشا باه ما هو لا لا من غير ما تنزل خلينا عليها هكا عليني بالله نلعب نحندر ولا تلاقيك الله يسلم ورحمه بابا كان انت ما تكلمش الله يتوب عليك يا عندر ليل والله الاخراني راح ربي عنده جاب ربي الحمد لله والله باسيت ما هو الفريق المشترك بين دافيد تريزيغي وبرناردو سيلفا يوفي لا نزل عندك زوج محاولات كل واحد عنده الحق في ثلاثة محاولات أرسنال لا موناكو موناكو اللي جابها صحيحه برافو سي كامل ولات 13 5 ولات انا تفكرت اللي تريزيغي يلعب في موناكو اقعد اقعد ساعه خلينا نسلموا على بعض ونمشي نخدموا ربي برافو سي كامل سي كامل الانتصار مستحق رغم اللي كبرت قلبك ولكن ربحت سي كامل برج وليا هي اللعبه محليها صحيح كبرت قلبي اما مخيبه الخساره مخيبه والله بعد عندي والله بعد عندي ذوكم اللي عندي اه باي سيدي كل سنه مبروك زيدك انا سؤال اخر ها تجاوب عليه تاخذ 20 بونت نجيب لك سؤال نسبوك توا كي باش نخرجوا من العاصمه وين باش نمشيو للبعث للبعث باهي سيدي يعطيكم الصحة نورتوني أو فرح بيك والله محلاها لا لا خويا يعطيكم الصحة هي فيها معناتها عامل الحظ أو تنجم سؤال أنا مثلا ثم فما حظ وفما زاد اسمع برايتون تيور عم بامز خايبوا ملاعب كيف برايتون فما كيف في لونجلتير برايتون نعرف ايش باهي سيدي يعطيكم الصحة نورتوني والله وشرفتوني محلاها ضحكة والله الضحكة أكثر من اللعب اليوم ما شاء الله أكثر من المعلومات وأكثر من الدنيا كل سي كمال يعطيك الصحة مروان يعطيك الصحة شنو تحب تقول في آخر نحب نقول اللي مروان راهو معناتها بالحق تو منيش فدك برشا ناس لوم ويعرضونا وش بيه مروان راهو مروان من أعز وأحسن وأكثر بالحق إنسان قلبه طيب برشا ويلي تري سبونتاني ويل بارل يقول بصوت عالي اللي برشا يقولوه في قلوبهم وما يتجرؤوش خاطر ثم برشا من بعد شي يقول لي والله بالحق عنده الحق الحقيقه راهو دونك هو معناتها مش من احسن العباد اللي عرفتهم مش كل شيء عنده الحق لا بيان سور نول ني بارفي فهمت لا شيء ده نعتز به اخويا بالحق من الاستاذ سي كمال بالحق نحترمه لي قلت لك قبل ما ندخل نحترم نعم اكيد الحقيقه يعطيكم الصحه ايميسيون خفيفه وكي تجي تتفرج فيها ولا بالحق ولا سيريوزمون حتى للمتفرجين يقول لك سهلة صحيت ولا وانت تبدا يقعد هنا حاجه اخرى الكرسي هذا راهو هنا حاجه جديده به على قليله باش على قليله اللي يتبعونا هكا ضحكه به لما يزينا من العارك ومعروف صحيتك هذه حاجه فرحان بها خرج بها وان شاء الله مزيد من التالق وانت يعطيك الصحه عايشك يعطيك الصحه مروان عايشك سي كمال انتم الناس اللي تابعوا فينا الكل كما العاده ابوني عشان واعمل جيم واكتب لنا كومنتير على الحلقه وتصبحوا على خير